السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود لكم لتكلم عن شاي الكودين. يسمى في الصين هاينان كودينغ تشا، ويسمى أيضا شاي الرشاقة والجمال. هذا الشاي مفيد في موضوع الرشاقة، سمي بشاي الرشاقة والجمال لأنه مفيد في موضوع الرشاقة والوزن، تخفيف الوزن والتخلص من الدهون، ومفيد أيضا في موضوع شد البشرة وتصفيتها، ولذلك سمي شاي الرشاقة والجمال. طبعا أنا سوف أذكر تفاصيل كثيرة عن هذا الشاي، التفاصيل هذه موجودة في الإنترنت، اللي يبحث في الإنترنت سيجدها، أبحاث من جامعات عالمية معتبرة ومراكز بحث معتبرة بالاسم، بهذا الاسم. لو أدخلته سوف أذكر إن شاء الله، سوف أضع لكم صورة باسمه بالإنجليزي، لو دخلته على جوجل وبحثت سوف يخرج لك كلام كثير عنه. مهما ذكرت من فوائد، أنا أكرر ونكرر دائما أن ما نضمن نتيجة، هذه منتجات طبيعية ليست خلطات، منتجات طبيعية لا نضمن نتيجة لشخص بعينه، لكن حسب تجربتنا لمدة 11 سنة في الشاي، وإحنا نبيعه من مدة 11 سنة، هو أفضل شاي أعطى نتائج على أكبر عدد من الناس، وله فوائد كثيرة. أول شيء تخفيف الوزن، ثاني شيء الكوليسترول، هو يقضي على الكوليسترول بشكل عجيب، ثالث شيء البشرة والجمال وشد البشرة وتصفيتها، رابع شيء ممتاز للسكر، يخفضه وينظمه يضبطه، بعض الناس ما ينضبط معه السكر يعاني من هذه المشكلة. فهو له فوائد كثيرة، ممكن أنت إذا دخلت على الإنترنت تجدها. مميز الغازات، ينقي الجسم من السموم، يقاوم التهابات الجسم، فوائد كثيرة لا أستطيع أن أحصيها هنا، ولكن لو دخلت على الإنترنت بهذا الكلام اللي سوف أذكره لكم بعدين، سوف أضع لكم صورة منه هنا في صورة في الإنستغرام، وتجدونه إن شاء الله. شاي الكودين هو يأتي مجموعة أوراق، لو تلاحظون هنا هذه، شوفوا هذه أوراق، تشوفون هذه أوراق، هو يأتي بهذا الشكل. طبعا يأتي هذه مجموعة أوراق أكثر من ورقة، خليني عشان أوضح لكم أكثر. هذا هو، هذا شوف السيقان، هذه 1 2 3، هذه كل واحدة ورقة، هم يلفون بهذا الشكل وهو رطب، ويثبتون بهذا الشكل حتى ييبس بهذا الشكل ليسهل نقله وتعبيته وكذا. لو كان أوراق تكسر بسرعة، لكن بهذا الشكل أصبح قوي، ولذلك إذا وضع في الماء ينفرد مثل ما شفتوا الآن في هذه. هذا هو، شوفوا مجموعة أوراق، طبعا ما أدري هي واضحة الصورة عندكم ولا لا. طبعا هذا الشاي من أوفر أنواع الشواهي، يوجد منه درجات كثيرة. هذه الدرجة اللي عندي الآن أفضل درجة إلى الآن وجدتها، وفي صعوبة تجدها في الصين. هذا النوع هو أقل درجة وردناه، جبناه للبيع، بعناه في المحل، وكان الكيلو منه كيلو كامل ب200 ريال، يكفيك فوق 3 سنوات. أما هذا ال100 جرام، ال50 جرام ب400 ريال، الكيلو ب8000 ريال، ال50 جرام تكفيك سنة ونصف، كل يوم 3 كاسات، يعني موفر بلا نقاش، يعتبر رخيص جدا قياسا إلى إنتاجه. أنت لا تنظر إلى المبلغ المبدئي، ولكن انظر إلى اقسمه على المدة، وقارن هذا الكلام بأي نوع من أنواع الشاهي تستخدمه سنة ونص، كل يوم 3 كاسات، شوف كم يطلع عليك هذا وشوف كم يطلع عليك هذا. طبعا لو قورن هذا الشاي بمجموعة من الشواهي، لو جاء زبون مثلا ووضع أمامي 10 أنواع من الشاي، ووضع الكودين لوحده، وقال لي انصحني آخذ هذه أو هذه من ناحية الفائدة، سوف أنصحه بالكودين ولو كان سعر ذيك أغلى. لكن هذا الكودين لا يقبل، ما في كلام، احنا نبيعه من 11 سنة ورأينا نتائجه. بعض الناس يعطيه نتائج يعني شبه ممتازة وغير معقولة،
وبعض الناس لا يعطي نتائج بسيطة، بعض الناس لا يحصل على نتائج، لكن 80% من اللي استخدموه استفادوا. 80% هذولي أيضا يستفيدون بنسب متفاوتة. مثلا يوجد شخص ينزل في الأسبوع 3 كيلو بدون حمية بدون رياضة، يوجد شخص ينزل 3 كيلو في الشهر مع حمية ورياضة. شفتوا الفرق كيف؟ ولا هذا يعتمد على طبيعة الجسم. لا يوجد منتج طبيعي على وجه الأرض ينفع الناس كلها أو يضمن لشخص معين، تعتبر نوع من المغامرة، ولكن هي في الحقيقة مغامرة. يعني أثبت الواقع أنها مغامرة، يعني شبه مضمونة النتائج بنسبة 80%.